عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى توقعات مباراة يوم الخميس من دوريات أوروبية مختلفة. طبعا قبل بدء الفيديو لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو سلك كل جديد. المباراة الأولى فهي تجمع بين نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي الجولة العاشرة. نابولي يحتل الترتيب الثاني 25 نقطة، فيما بولونيا الترتيب التاسع 12 نقطة. التوقع للمباراة هو فوز نادي نابولي. التوقع هو فوز نادي نابولي على بولونيا. المباراة التالية فهي تجمع بين السيلتا فيغو وريال سوسيدا. ريال سوسيدا يحتل الترتيب الأول 21 نقطة في الدوري الإسباني، فيما السيلتا فيغو الترتيب الرابع عشر 10 نقاط. التوقع للمباراة هو فوز نادي ريال سوسيدا. التوقع هو فوز نادي ريال سوسيدا. والمباراة التالية فهي تجمع بين غرناطة وخيتافي. غرناطة يحتل الترتيب 18 ب7 نقاط، خيتافي الترتيب 20 بنقطتين. التوقع للمباراة هو فوز نادي غرناطة. التوقع هو فوز نادي غرناطة. المباراة التالية فهي تجمع بين ليفانتي وأتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد يحتل الترتيب الرابع ب18 نقطة، ليفانتي الترتيب 19 ب5 نقاط. التوقع هو فوز نادي أتلتيكو مدريد. التوقع هو فوز نادي أتلتيكو مدريد. المباراة التالية فهي في الدوري السعودي بين الحزم والاتحاد. الحزم يحصل الترتيب 11 ب10 نقاط، الاتحاد الترتيب الثاني ب17 نقطة. التوقع هو فوز نادي الاتحاد جدة. التوقع هو فوز نادي الاتحاد. والمباراة التالية فهي تجمع بين الشباب والطائي. الشباب يحصل الترتيب الثالث ب15 نقطة، الطائي الترتيب الخامس عشر ب7 نقاط. التوقع هو فوز نادي الشباب. المباراة التالية فهي تجمع بين العروبة والشارقة. العروبة يحتل الترتيب 13 ب3 نقاط، الشارقة الترتيب الخامس ب12 نقاط. التوقع هو فوز نادي الشارقة. طبعا هذا كل شيء من لدينا. لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو.